احنا اذا كان مريض يسعد وما يديرش كمامه هنا راح يدير خطر على العائله تاعو. اذا التباعد الاجتماعي، الكمامات، وغسل اليدين، وفي اي اعراض، اي اعراض انسان يروح يمشي للطبيب. رانا في حاله وباء ثانيه، موجه ثانيه على كل حال. هذا ناتج على التفريط اللي صار من طرف المواطنين اللي كانت في الفوجة الأولى. داروا كل حال مخطط، يعني مخطط كان الله يبارك، والناس استوعات وخضعت بذلك الإرشادات، ولكن مع الأسف الشديد، الناس تبالات ونسات شغل الإنسان ما كان والو. رسالة للمواطنين، ماذا بكم تراخي إن شاء الله اللي راه خلى الموجة الثانية رجعت فيروس كورونا، هي اللي خلات تنتشر بكثرة. ماذا بكم؟ ابتعدوا من فضلكم والتزموا الكمامات.